الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان، وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. هذه فلسطين فابكي جرحها الدامي، هذه فلسطين فابكي جرحها الدامي، وانضح ثرى قدسها بالمدمع الهامي، وقل لأبنائها المستشهدين كذا يموت كل أبي النفس مقدامي، جدتم بأرواحكم دون البراق، ومن وحد الله يأبى ذل إحجامي. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الله، وإنا لما يصيبك يا غزة لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت فلسطين لا بالسيف من يدنا، لكن بأصبع غدار ومنسحب. كم فرقتنا ولا زالت تفرقنا، كم فرقتنا ولا زالت تفرقنا، عدوة الشرق والإسلام والعربي. أيها المسلمون، حديثنا لهذه الجمعة عن القضية الملتهبة، حديثنا لهذه الجمعة عن الجرح النازف، حديثنا لهذه الجمعة عن الشوكة التي في حلوقنا، حديثنا لهذه الجمعة عن الخنجر الذي في ظهورنا، حديثنا عن قضية القضايا، عن قدس الأقداس، عن قضية اليوم وقضية الأمس وقضية الغد، حديثنا عن فلسطين، عن آلامها، عن أوجاعها، عما يقاسيه ولا يزال يعيشه أهلها، عما نجده في هذه الأيام من تمالؤ الغرب الصليبي على الكيان الصهيوني، على بعض من يدعون الانتساب إلى سيدنا محمد، على قضية فلسطين وعلى مواجع فلسطين. إنها المأساة التي ولدنا فيها، إنها الدمعة التي في عيوننا جميعا. المسلمون الأفغان يبكون على فلسطين، المسلمون الأمريكان وجيعتهم فلسطين، المسلمون العرب ألمهم فلسطين، الكل يئن والكل يبكي على فلسطين. نريد اليوم بعدما تصلوا على رسول الله، نريد أن نكون عمليين، نريد أن نكون واقعيين. ما واجبنا نحن؟ أنا أتكلم عن نفسي وعنكم هنا، ما واجبنا نحن كمسلمين أمريكيين
تجاه فلسطين؟ ما الواجب علينا؟ ما الذي يجب أن نفعله لفلسطين؟ واجباتنا نحن كمسلمين أمريكيين لفلسطين أربعة بعدما ترج هذا المسجد بالصلاة على محمد. أول واجب علينا أن نعرف قضيتها. ثاني واجب علينا أن ندعمها. ثالث واجب أن نعالج آلامها. رابع واجب أن نثق بعودتها. هذا موجز هذه الخطبة، وإليكم الأنباء بالتفصيل بعدما توحد الله. أول واجب علينا أن نعرف الناس بها. نحن نركب مع ناس هنا في السيارات وفي الباصات وفي الشركات، نتعامل معه في كل مكان، نعرفهم هذه القضية، نحدثهم عنها. ما هذا الجرح؟ ما هذه الوجيعة؟ ما أصل هذه الشوكة؟ ما الذي جر علينا هذا؟ لكن صدقوني، كثير منا لا يعرف شيئا عن فلسطين، كثير منا لا يعرف أبجد هوز فلسطين. لابد أن نحفظ هذا، أن نحفظه. هذا الذي سأقوله لكم بعدما تصلوا على رسول الله، هذه أبجد هوز، بس احفظ هذا الكلام وكرره لأولادك ولمن يعملون معك. فلسطين هذه عربية إسلامية، عربية إسلامية قولا واحدا. لماذا عربية؟ لأن الذي بناها هم العرب الكنعانيون، الذي بنى هذا بيت المقدس هم العرب الكنعانيون، هذا تاريخ. ثم هي إسلامية لأن رسولنا صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم أسري به إليها. لماذا؟ لماذا يسرى برسول الله إليها؟ الرسول أصلا رايح المعراج، لماذا لا يذهب به من المسجد الحرام إلى السماء مباشرة؟ أوليس الله قادر أن يأخذه إلى السماء مباشرة من المسجد الحرام؟ لماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ أراد الله تعالى أن يربط في قلوبنا بين المسجدين، أراد الله تعالى أن يمكن للمسجد الأقصى في صدورنا، أراد الله تعالى أن يقول لنا المسجد الأقصى هو شقيق المسجد الحرام. إذا فرطتم في فلسطين ستفرطون في مكة والمدينة. هؤلاء الذين طمعوا في فلسطين واغتصبوها وسلبوا مجد محمد صلى الله عليه وسلم فيها، هؤلاء لهم أطماع في المدينة حيث كان يهود خيبر، هؤلاء لهم أطماع في مكة. إياكم تظنوا أن هؤلاء سيقفهم حد ولا خلق ولا قانون. فهذه قضية إسلامية، عربية وإسلامية. هذه حتى ما يدعيه هؤلاء الصهاينة أن حائط المبكى، وحائط المبكى في قرار عصبة الأمم المتحدة، هذا لابد أن نحفظه. سنة 1930 ذهبت لجنة من عصبة الأمم المتحدة وأثبتت أن حائط المبكى هذا الذي يتباكون عليه، هذا الحائط لا علاقة له البتة. هذا قرار في عصبة الأمم المتحدة صادر سنة 30 900 ألف، قالوا لا علاقة لحائط المبكى لا باليهود ولا بالتاريخ اليهودي ولا بالتراث اليهودي. هؤلاء الناس ليس لهم أي تراث فيها، حتى الأسفار المقدسة عندهم لا يوجد فيها ذكر، لا يوجد فيها ذكر خالص لفلسطين ولا البيت، سواء كان سفر التكوين أم سفر اللاويين أم سفر العدد. الأسفار الكبرى عند اليهود ليس فيها أدنى إشارة، لا أورشليم ولا أورشليم ولا هذه الخرابيط خالص. هذه أرض محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أرض العرب، هذه أرض رواها الصحابة والتابعون بدمائهم، هذه أرض
من تراثنا، لابد أن نحفظ هذا وأن نعلمه لمن حولنا وأن نحفظه لعيالنا. أولادنا للأسف الشديد يعرفون عن سقطة الناس من اللاعبين والممثلين والممثلات ما لا يعرفونه عن أرض محمد صلى الله على سيدنا محمد. أول شيء واجب علينا أن نعرف قضيتنا، نعرف هذا تاريخ فلسطين، هذه أبجد هوس الذي ذكرته لكم. ثاني شيء علينا أن ندعمها، علينا أن ندعم فلسطين، أن ندعمها بكل ما نقدر أن ندعمها به. علينا أن لا يقفنا شيء فلسطين، من يقدر على شيء لها لابد أن دعمها دين عندنا، اللهم صل عليه. نحن ندعمها لأن فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين، ندعمها لأن فيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، ندعمها لأن فيها بيت المقدس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتحن، وفي رواية إن الجنة لتحن إلى بيت المقدس. إذا كانت الجنة بتحن إلى بيت المقدس، أفلا يجب عليك أنت أن تحن على أهل بيت المقدس؟ أفلا يجب عليك أنت إن كان في قلبك ذرة إيمان أن ترحم أهل بيت المقدس، أن تدعم أهل بيت المقدس؟ اللهم صل عليه. قيل له يا رسول الله، يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، هذا كلام النبي اللهم صل عليه، أفتنا ما تقول؟ قال إيتوه وصلوا فيه، إيتوه وصلوا فيه. قالوا يا رسول الله فإن لم نقدر ما عرفناش. قال لاحظ يا حبيبي يا رسول الله، لاحظ ماذا سيقول، إيتوه وصلوا فيه. قالوا يا رسول الله ما قدرنا نأتيه. قال فإن لم تقدروا على إتيانه فابعثوا إليه بزيت يسرج في قناديله. صلت على النبي، عارف لأنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، يعرف أننا سيأتي علينا وقت لا نستطيع الوصول إلى بيت المقدس. فقال إذا عجزتم أن تصلوا إليه بأنفسكم فصلوه بأموالكم، صلوه بدعمكم، حاول أن تصل أهل بيت المقدس، إن عجزتم عن الإتيان إليه فبعثوا بزيت يسرج فيه. معناها إن عجزت عن الوصول البدني فعليك أن تصل بالمادة، عليك أن تدعمه بما تقدر عليه من طاقة. هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يجب أن ندعم أهل بيت المقدس، أن ندعمهم ماديا، وندعمهم على المستوى الاجتماعي، نخرج في مظاهرات في هذه البلد، نسمع الدنيا هذه القضية ونعلمهم أن هذه قضية ليست قضية دينية، هذه قضية إنسانية، هذا شعب يباد، هؤلاء ناس اجتمع عليهم أهل المشرق والمغرب، نسأل الله أن يفرج كربهم. اللهم من أعلى ذكره بوضعهم أو أحيا نفسه بقتلهم فخذ بثأرنا وثأرهم وثأر الإسلام منه يا أرحم الراحمين. لابد أن ندعو الله لهم، ندعو لهم في إفطار في صيام، أن ندعو لهم هذه الليالي العشر، ندعو الله تعالى أن يفرج كربهم. ويا إخوة الدعاء عجيب، الدعاء عجيب والله. سيدنا عمر بن الخطاب يقول اعلموا أنكم لا تنصرون بعتاد وعدد وإنما بدعاء ومدد. نحن لا ننصر لا عمرنا في، شوف يا أخوي أنا رجل خويدم للنبي عليه الصلاة والسلام ودرست تاريخ الإسلام، عمر المسلمين ما كانت عندهم لا أسلحة ولا ذخائر ولا عدد مثل أعداء الله ورسوله. هذا تاريخ كل تاريخ الإسلام هكذا. المرة الوحيدة اللي كانوا فيها كثرة اتغلبوا فيه في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرة، هذا المرة الوحيدة، عمرهم ما كانوا كثرة أبدا، دائما بيكونوا الأقل. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
بإذن الله. الله الناصر يا إخوان. الدعاء ندعو لهم لا سيما هذه الأوقات عند الإفطار. لكم كرامة، أنتم لكم كرامة إخواني، لكم شرف، لكم مكانة كبيرة. اللهم صل عليه. قال إن موسى قال لله تعالى: يا رب لقد أكرمتني غاية التكريم ومنحتني التكليم، فهل أعطيت أحدا أفضل مما أعطيتني؟ قال نعم أعطيت أحدا قال من؟ قال: قوم يجيئون من بعدك هم أمة حبيبي محمد، أكرمهم بشهر رمضان. أكرمهم بشهر رمضان. يا موسى أنت كلمتني وبيني وبينك 70 حجابا، فإذا صامت أمة محمد وابيضت شفاههم وجاعت بطونهم رفعت الحجب وقت الإفطار بيني وبينهم، فإن سألوني أعطيتهم وإن دعوني أجبتهم. أسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا لإخواننا في غزة، وأن يرفع عنهم النكبة، وأن يؤيدهم بمدد من عنده، وأن يعينهم بملائكة من جنده. واجباتنا كمسلمين أمريكيين ناحية هذه القضية أن نعرف بها، ثانيا أن ندعمها، ثالثا أن نعالج آلامها. آلامها هي ألمنا جميعا يا إخوان. نحن عندنا ألم واحد الآن حتى هنا في أمريكا. ما هو ألم؟ التفرق والاختلافات. هذه ستعصف بنا، هذه تعصف بنا، سواء كنا في هذا المهجر أم في بلادنا. نريد يا إخواني أن نوحد عدونا، أن نعرف من هو العدو، لا نعادي بعضنا. يا مسلمون، عدوكم والله يقتات بعداوتكم لبعضكم، عدوكم يتمعيش على اختلافكم. انتبهوا، لا تتفرقوا. اللهم صل عليه. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الآن انظر إلى المسلم الشيعي كيف يضرب المسلم السني، المسلم السني يضرب، والعربي يضرب في الكردي. أرجو من الإخوة أن يتقدموا كثيرا، تقدموا يا إخواننا كثيرا، بارك الله فيكم. والله يا إخواني بعدما توحد الله، أنا قرأت إحصائية عن قتل المسلمين في العصر الأخير، إحصائية مفجعة، والله مفجعة ومبكية. هل تعرفون أن قتل المسلمين في الأعصر الأخيرة بأيدي المسلمين أضعاف 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 قتل المسلمين من غير المسلمين؟ أمة تقتل بعضها، جسد يأكل في نفسه. اللهم صل عليه. قال: هلاك هذه الأمة بيد نفسها، بيدها، هي التي تهلك نفسها. اللهم صل عليه. قال: لا تقوم الساعة يا حبيبي يا رسول الله، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: قتل الكفار؟ هنموت الكفار؟ قال: لا، قتل بعضكم لبعض، قتل بعضكم لبعض، حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وذا قرابته. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا؟ يعني الدماغ دي فيها مخ ولا ما فيش؟ قال: لا، إنما يخلف بعدكم غثاء من الناس، غثاء من الناس، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يا حبيبي يا رسول الله، هذا وصف عجيب. قل لك: سيأتي ناس يدعون أنهم أهل الوطن الأول، أنهم أصحاب القومية الأول، أنهم الحراس على القضية، ويبيعون أولاد دينهم، ويبيعون أبناء أوطانهم،
ويتمالؤون مع عدو الله ورسوله على إخوانهم. هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتحد، علينا أن نوحد النظر إلى عدو واحد حتى لا يحق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجباتنا ناحية فلسطين أربعة كمسلمين أمريكيين، أن نعرف بها، أن ندعم قضيتها، أن نداوي علتها وهي علة العلل الاختلافات والانشقاقات. رابع شيء أن نثق بعودتها. شوفوا سمعوني الصلاة على رسول الله، لا أنا ما سمعتها، سمعوني الصلاة على رسول الله. اللهم صل. فلسطين سترجع، سترجع. شوف إن كنا نحن أنا وأنتم أهلا لهذا الشرف، الله يرجعها على أيدينا، وإلا فإن الله تعالى سيخرج من أولادنا أو أولاد أولادنا من يردها. أنا على يقين بها، يقين لازم تبقى عندك يقين. شوف يقين. أوليس الله قال لنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ أوليس الله قال لنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أوليس الله قال لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ أوليس الله قال لنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون؟ أوليس الله قال لنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؟ هذا وعد الله، هذا أمر الله. نحن نقولها لكل القوميين العرب، إن المستقبل لن يكون إلا بالإسلام والإسلام. نقولها للليبراليين، إن المستقبل لن يكون إلا للإسلام وبالإسلام. نقولها لكل العلمانيين، إن المستقبل لن يكون إلا للإسلام وإلا بالإسلام. نقولها لكل المترددين والمتشككين والمتميعين، إن المستقبل لن يكون إلا بالإسلام وللإسلام. هذه عقيدة عندنا، لا نقولها كما يقولها الإعلاميون، لا نقولها كما يقولها بعض هؤلاء لا، إنما نقولها على ثقة بوعد الله تعالى، على يقين أن الله تعالى سوف يتم هذا الأمر وسوف ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقيننا، هذا يقين نابع من عقيدتنا. هؤلاء الصهاينة حلموا في يوم من الأيام، حلموا أنه سيكون لهم وطن قومي، وكان لهم وطن قومي، وكانت أن تكالبت قوى الشر على إيجاد هذا السرطان. ونحن في عقيدتنا وفي قرارة أنفسنا سنحلم كما حلموا، سنحلم بيقين وبثقة أن هذا الكيان سوف يزول، وأن هذا المجد سوف يعود، وأن نصر دين محمد أكيد. مهما تمطى ليلنا الأسود، مهما استبد الظالم السيد، مهما عتى الأقزام والأعبد، ولوحوا بالقيد أو هددوا، عن نصرة الإسلام هل أقعد؟ لا، سوف أبقى دائما أنشد، بفجره لا بد يأتي الغد. اللهم اجعل يوم هذه الأمة أفضل من أمسها، واجعل غدها أفضل من يومها. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أيدهم بمددك، اللهم أعنهم وأغثهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اعضدهم بالنصر، والطف لهم في المكر، وكن لهم يا أرحم الراحمين عونا ونصيرا. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت،
كما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجاب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، جئتكم هذا اليوم برجاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه من رحمة يوم القيامة. اللهم حقق رجاءنا في رحمتك يا رب. جئتكم من أجل فضيلة أخينا الأستاذ الدكتور العلامة الشيخ محمد القطناني إمام هذا المسجد. الشيخ محمد القطناني هو فخر لهذا المسجد، بل هو فخر لأهل نيوجيرسي، بل والله أنا أعتبره من مفاخر أمريكا، ومن جملة شرفي أني تعرفت على هذا الرجل. الشيخ محمد القطناني قضيته لا زالت ملتهبة، وقضيته تحتاج إلى سند وتحتاج إلى مدد، وهذا شيخنا وإمامنا وشرفنا. ويا إخواني اللهم صل عليه، قال عليه الصلاة والسلام حامل الدين حامل لواء الإسلام، الذي يدعو إلى الله هذا الذي يجاهد ويعلم وينصح ويعظ، حامل الدين حامل لواء الإسلام. من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. هذا كلام النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قضية فضيلة الدكتور محمد القطناني ليست قضية شخص ولا قضية مسجد، والله ما هي قضية هذا المسجد، إنما قضية إسلام وقضية هوية. وإذا نحن تكاسلنا وتقاصرنا لا سمح الله ولا قدر، وأجلكم يا أحباب رسول الله، أجلكم عن هذا والله، إذا تقاصرنا سوف ندفع هذا الثمن من أولادنا ومن أحفادنا في هذه البلد، وسنكون نحن الجدار الواطي لكل كلب في هذه البلد. نريد أن نري الله من أنفسنا خيرا في هذا اليوم، نريد أن نقف كمسلمين أمريكيين بجوار فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد القطناني، ندعمه. وهذا الدعم أولا لأنفسنا نحن. إخواني أنتم تعرفون هذا يحيى البرمكي، رأس البرامكة، رأس البرامكة، هذا عمل عمائل شنيعة جدا، ثم لما مات لاحظوا ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم قال لما مات رؤية في المنام بعد موته، قيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي وأحلني دار المقامة من فضله. قال بما قيل له بماذا؟ قال بأني كنت أساعد سفيان بن عيينة، عالم سفيان بن عيينة، وكان من دعائه اللهم كما كفاني يحيى البرمكي أمر دنياي فاكفه أمر آخرته، فغفر الله لي وأحلني دار المقامة ببركة دعوة هذا العالم الجليل. يا إخواني إذا حملتم هذا الهم بشرف وبعروبة وبإسلام ناحية أخيكم وناحية شيخكم، شيخ المسجد هذا إخواني، هذا المسجد ما له قيمة، هذا بناء حائط ولا أي مسجد. أنا زرت ولايات هنا كثيرة جدا، شفت مساجد أدى هذا المسجد مرات ميتة ميتة. السلف كانوا يقولون الجوامع جثث، الجامع ده جثة ما ليش أي قيمة، الجوامع جثث والمشايخ أرواحها. الشيخ روح المسجد النابض، الشيخ هو الذي يحرك المسجد، إذا كان صاحب دين، صاحب حماسة، صاحب إيمان، صاحب إقبال على الله تعالى. وأخونا فضيلة الدكتور محمد القطناني ولا أزكيه على الله تعالى، هو في الذروة العالية من كل هذا. إخواننا
وأخواتنا، سوف أقف بينكم كخويد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله تعالى أن يبيض وجهي بكم في هذا اليوم. إن شاء الله سأقف بينكم بعد صلاة الجمعة لنجمع 60,000 دولار تحتاجه قضية الشيخ، تحتاجه قضية المسجد، تحتاجه قضية الجالية هنا في هذه البلاد. أسأل الله العظيم أن يعطي لكل من ينفق في هذا السبيل خلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم سخي أنفسنا، اللهم سخي أنفسنا. إخواني، إخواني إحنا فين؟ إخواني، اللهم صل على سيدنا محمد. لما وقف عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار. لاحظ لاحظ لاحظ، فاتقوا النار ولو إيه؟ ها؟ ولو إيه؟ قال ولو بركعة؟ ما ماشي ولو بركعة. قال ولو بحجة؟ ما قال ولو بحجة. قال ولو بعمرة؟ ما قال ولو بعمرة أبدا. قال بشق تمرة. ليه؟ لأنه نفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه ما من شيء ينجي من النار ولا من حسيسها ولا من مسيسها إلا الصدقة ابتغاء وجه الله الواحد الأحد. يا إخواني، تريدون هذه الأيام أن تكرموا، أن تعانوا، أن تدخلوا على الله؟ تريدون الفتح، تريدون العفو؟ ما من شيء يدخلكم على الله مثل الصدقة. وفي هذا السبيل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يقول: الصلاة تقطع بك نصف الطريق إلى الله، الصلاة تقطع لك نصف الطريق، والصوم يوقفك على باب الله، أما الصدقة فتدخل بك على الله الواحد الأحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان 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 وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.